أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمواطن المصري. وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن المنتدى البرلماني العربي والأسيوي للسكان والتنمية يعد تجمعا هاما بهدف ويهدف في نفس الأساس لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قضايا السكان. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب. لقد اكتسبت قضايا السكان والتنمية في مصر أهمية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية انطلاقا من رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصري للارتقاء بمستوى المعيشة ومعالجة التحديات والاستثمار في رأس المال البشري في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم قضايا تمكين المرأة والشباب والفتيات. نعتز كذلك بالمشاركة لأول مرة في أحدى فعاليات منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والذي يمثل منذ نشأته في مطلع العقد الماضي منصة مهمة للحوار بين رموز العمل البرلماني، تهدف إلى تطوير السياسات السكانية وتعزيز وتنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية العربية للمساهمة في وضع معالجات فاعلة للقضايا والتحديات السكانية في دولنا العربية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال السياسات السكانية، إلى جانب سعي المنتدى لدمج قضايا السكان في السياسات التنموية العربية.